إذا السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير لكم جميعا. طلاب، في الدروس الماضية بدأنا في الكيمياء الحراري، بدأنا في تعريف الكيمياء الحراري، من ثم كيفية كتابة التفاعل الكيميائي والإنتالبي. أخذنا الحالة القياسي وانتالبية التكون، انتالبية التفكك، كذلك حرارة التعديل وحرارة الاحتراق. نعم، ننتقل اليوم إن شاء الله إلى كيفية حساب، طبعا الحسابات الكيميائي الحراري. كيف أحسب دلتا إتش، تغير الإنتالبية القياسي لتفاعل؟ هناك ثلاث حالات، مو ثلاث طرق، يعني لا يمكن لحالي أن لتفاعل دلتا إتش استخدام هذه الحالة لحالة أخرى. طبعا لا يمكن دوما قياس حرارة التفاعل بصورة مباشرة نظرا لصعوبة حدوث التفاعل في الشروط القياسية. لذلك طبعا إذا أول طريقة هي الطريقة المباشرة لحساب دلتا اتش لتفاعل. الطريقة الأولى إذا هي الطريقة طبعا بصورة مباشرة. لا يمكن دوما أن أقيس سرعة التفاعل الكيميائي بصورة مباشرة. طبعا الأسهل أنه أقيس نعم حرارة التفاعل أو تغير الإنتالبي للتفاعل طبعا بالطريقة المباشرة، لكن أحيانا لا يمكن حساب تغير الإنتالبي لتفاعل بصورة مباشرة طبعا نظرا لصعوبة حدوث هذا التفاعل في الشروط القياسية. لذلك نستخدم الطريقة غير المباشرة، طبعا هو قانون هيس، ويمكن أن أستخدم أو أقيس حرارة التفاعل بطريقة طاقة الرابطة للمواد المتفاعلة والناتجة. إذا هناك ثلاث طرق، الطريقة الأولى الطريقة المباشرة، والطريقة الثانية الطريقة غير المباشرة قانون هيس، والطريقة الثالثة هي طاقة الروابط، أو الحالة الثالثة هي حالة طاقة الرابطة. راح نستعرض الآن طلاب الطريقة المباشرة. بدي انتباه جيد منكم ومشاركة فعالة لكي نحسب دلتا اتش رياكشن لتفاعل ار اكس ان، يعني هاي رمز التفاعل هو دلتا اتش الانتالبية القياسي لتفاعل. ان تغير الانتالبي المرافق لتفاعل كيميائي دلتا اتش ار اكس ان رياكشن يساوي الفرق بين مجموع انتالبية التكون القياسي لجميع المواد الناتجة وانتالبية التكون القياسي لجميع المواد المتفاعلة. يعني هو مجموع انتالبيات المواد الناتجة ناقص مجموع انتالبيات المواد المتفاعلة. بمعنى آخر، طبعا هاي الطريقة المباشرة، انه اخذ انتالبيات المواد الناتجة او الطرف الثاني ونقصها من مجموع انتالبيات الطرف الاول. القانون دلتا اتش لتفاعل الانتالبية القياسية لتفاعل يساوي مجموع دلتا اتش اف بي للمواد الناتجة ناقص مجموع دلتا اتش اف ار للمواد المتفاعلة. نعم، هون عندنا مواد ناتجة الطرف الثاني وهون مواد متفاعلة. فلا بالنسبة لـ RB و NB و NR هو عدد مولات هذه المواد. يعني أنا إذا عندي H2O فبقول دلتا HF، يعني انتالبي تكون H2O. طيب إذا مضروب 2، 2 H2O بدي أضرب كمان بـ 2، انتالبي التكون بـ 2 لأنه عندي مولين من H2O. أعيد طلاب دلتا اتش للتفاعل اولا على الطريقه المباشره هو على انتالبيات التكون للمواد الناتجه والمتفاعله، مجموع انتالبيات تكون المواد الناتجه ناقص مجموع انتالبيات تكون المواد المتفاعله، يعني طرف ثاني ناقص طرف اول. استاذ شو هي الان؟ نعم الان
الان عدد مولات. نعم. احسب الانتالبية القياسي للتفاعل التالي: C2H6 زائد 7 2O2 يعطي 2CO2 زائد 3H2O، دلتا H لهذا التفاعل. تو طلاب راح دلتا H لهذا التفاعل مجموع NB، يعني عدد مولات NB، دلتا HF يعني مجموع مولات الطرف الثاني، أو اكتب المواد المتفاعلي، ناقص مجموع انتالبيات المواد الناتجي، ناقص مجموع انتالبيات المواد المتفاعلي. نعم، إذا مجموع انتالبيات مواد ناتجي ناقص مجموع انتالبيات دلتا اتش اف مجموع انتالبيات مواد متفاعلي. خلينا نكتب القانون. يلا، الناتجي تبغى طلاب حط 2 دلتا اتش اف 2 دلتا اتش اف للسي او 2 الناتجي في مولين زائد 3 دلتا اتش اف انتالبي تكون اتش 2 او، خلصنا الناتجي، ناقص مجموع المتفاعلي دلتا اتش اف لسي 2 اتش 6 زائد 7 2 دلتا اتش اف. استاذ هلا مو لازم في واحد عند دلتا اتش استاذ عند المتفاعلي؟ طيب يعني بدي احط هون مثلا ايوه واحد هون استاذ. ما في داعي للواحد، يعني واحد ضرب مهما كان ما في داعي له، هو واحد. طيب هلا الان بدي اعوض اثنين، بنفتح قوس اثنين السي او 2، طبعا هو هذا الجدول بيعطينا اياه سي او 2، انا حافظه ناقص 390.5 زائد 3 بفتح قوس للماء السائل هو ناقص 286، سكرنا القوس، ناقص سي 2 اتش 6 ناقص 84.67، إذن ناقص 84.67 زائد صفر أو 2 عنصر حر، هذا صفر. طالما أنت ما عليك إلا تشتغل بالطرف الثاني الأول والطرف الثاني منقصهم من بعض. هذه الأرقام. نعم. هاي الأرقام نحن بنعطيكم إياها بجدول في نص المسألة. تمام؟ طلاب بجدول في نص المسألة بنضع لكم جدول نحن للمواد. مثلا لـ CO2. نعم هلا خلينا نحكي على انتالبية التكون. CO2 بنضع ناقص 390 93.5. مثلا لـ H2O مثلا ناقص 280.86، كذلك لـ C2 لـ C2H6 ناقص 84.67. طبعا الـ O2 ما بنحطه لأنه هو بالأصل صفر، الطالب بيعرفه. طبعا بحسب الطرف الأول وبحسب الطرف الثاني وبنقصهم من بعضهم بيطلع معي الجواب. تمام؟ إذا مجموع انتالبيات الطرف الثاني ناقص مجموع انتالبيات الطرف الأول. طبعا نحن بعد ما فهمنا من خلال الإيضاح بالحل المباشر راح أعرض لكم الحل مرة ثانية. طبعا نعم باستعمال جدول قيم انتالبيه التكون القياسي، هل التفاعل ماص ام التفاعل ناشر؟ فدلتا اتش لهذا التفاعل يساوي
مجموع انتلبيات تكون الطرف الثاني ناقص مجموع انتلبيات تكون الطرف الأول. طبعا الطرف الثاني اللي كنتبه طلاب 2 دلتا اتش اف ل سي او 2 زائد 3 دلتا اتش اف ل اتش 2 او، خلصت الطرف الثاني ناقص طلاب هاي الواحد حطيناها ولا ما حطيناها ما بتاثر، دلتا اتش اف ل سي 2 اتش 6 زائد 7 2 دلتا اتش اف ل سي ل او 2. طلاب عوض القيم، هاي القيمه بيكون انا اعطيكم اياها بجدول، هاي للسي او 2 وهاي للماء السائل وهاي للسي 2 اتش 6. الاكسجين صفر ما في داعي نحطه في الجدول نهائيا، العنصر الحر صفر. طبعا الجواب بيكون ناقص 1560.13 كيلو جول، طبعا التفاعل ناشر للحراره لانه دلتا اتش سالبي، اذا التفاعل ناشر للحراره لان قيمه دلتا اتش لهذا التفاعل سالبي. طلاب مين عنده سؤال على مثلا يعني احتمال ما يجي هذا التفاعل نفسه بالامتحان؟ اي تفاعل معرض يجي في الامتحان، فانا اذا قال لي احسب انتلبية القياسية للتفاعل اعتمادا على جدول قيم الانتلبيات التكون، اعتمادا على انتلبيات التكون، طبعا بيكون عاطيني جدول بدي اشتغل بهذه الطريقة. اي سؤال؟ استاذ اذا ما طلع معنا جواب صح بياثر شيء؟ طبعا الجواب عليه ربع درجه تخسر علامه الجواب بالنسبه للتفاعل. طيب يا استاذ نعم رقم مصاب يعني يا استاذ يعني رقم يعني رقم كبير. معلش يا محمد يعني نحن في امتحان اخير وتحديد مصير، بامكاننا على المسودي بكل يعني تاني نحسب يعني عم تضرب انت ضرب مثلا هوني عم تضرب ضرب بتطالع الأجوبة نعم الطرف الثاني وبتطالع جواب الطرف الأول وبتناقصهم من بعضهم بكل تأني وبتطالع الجواب بتحط الواحدة مشان تاخذ علامتك ما تخسرها.